كمان معانا على هذا الخبر دكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذ المشاهدين. تحسين مستوى معيشه تقريبا 60 مليون مواطن مصري، بنتكلم عن يعني تكلفه تتجاوز تقريبا 500 مليار جنيه، تحول الى مشروع قومي سيشمل كل مختلف التطوير في الريف المصري. يعني هذا الامر ازاي هينعكس على من الناحيه الاقتصاديه طبعا، ازاي هينعكس على المواطنين، لانه في نفس الوقت هيتم توفير فرص عمل ليهم، تمكين اقتصادي للاسر التي تحتاج. نعم، خلينا نقول هو برنامج حياه كريمه هو اتحول من مبادره الى برنامج قومي. ده يعني انه الدوله تحولت من الاصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي اللي هو مستوى المشروعات القوميه الكبرى الى مستوى ادق منه هو التنميه المحليه الشامله، وده يمكن يعني نواه التنميه الاقتصاديه بالتحديد في الفتره من 2021 ل 2023 2025، وبالتالي هيشهد الريف المصري تحول جذري كلي، بمعنى انه هيتم تجديد كافه المرافق العامه اللي فيه اللي هتقدم خدمات عامه اللي هي بتقدمها الحكومه، اللي ما ينفعش حد يقدمها غير الحكومه. طبعا ده هيلزمه تكاتف ما بين جهات الدوله المختلفه وما بين منظمات المجتمع المدني وما بين المواطنين نفسهم. هنا دور بقى أهمية دور يعني المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني كمان اللي هي بتعتبر عمود التنمية في أي مجتمع، لأنه التطوير ليس فقط على عاتق الدولة، ولكن لابد أنه يكون في مشاركة اجتماعية. منظمات المجتمع المدني لابد أن هي كمان يكون ليها دور في تنفيذ هذا المشروع القومي. نعم، هياخد في اعتباره طبعا برنامج التطوير الشامل ده التنوع المختلف في شتى اقاليم مصر، يعني نتكلم في اكثر من 51 مركز من ضمنهم 6 محافظات البدء هيبقى فيهم، يعني 24 مركز في تقريبا 4 محافظات اللي هم الاكثر احتياجا والاكثر يعني اللي هم لهم وزن نسبي في المؤشرات وفقا ل يعني احصاءات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. وبالتالي التنميه في حد ذاتها الفتره اللي فاتت والفتره المقبله بتعتمد بشكل كبير جدا على الاوزان النسبيه للاقاليم المختلفه، بحيث ان يحصل توازن، وخلينا نقولها كده ببساطه التوزيع العادل للتنميه. تمام، دي نقطة مهمة جدا. طبعا دي أهميتها بتكمن في استدامة التنمية نفسها، ما يبقاش قطاع معين أو زي ما شاهدنا في عقود سابقة أن تتركز التنمية في عواصم المحافظات والقاهرة الكبرى وتجذب عدد كبير من السكان، والنتيجة اللي احنا بنشوفها عشان نعالج بيحصل إنفاق مضاعفات عشان نحد من الآثار النزوح السكاني، وهيزيد كمان من إنتاج ونوعية إنتاج هذه القرى، لأنه احنا بنتكلم عن مشروع لا يشمل فقط بنية تحتية، ولكن أيضا يشمل توفير خدمات غير نقدية زي التمكين الاقتصادي زي ما ذكرنا، توفير فرص عمل. فده أكيد هيزيد من إنتاج هذه القرى بشكل أكبر. وفي نفس الوقت احنا وفي نفس الوقت يمكن هذه القرى معروفة ان هي يعني لديها بعض الصناعات التي تميزها، فمن ناحية تانية هنعيد بقى احياء العديد من الصناعات الحرفية التي تميز كل قرية وكل محافظة. يعني على الجانب الاقتصادي هيكون الانتاج كمان اعتقد يعني هيفرق بشكل كبير جدا لدخل الاسر في هذه القرى. التحسن اللي هتشهده المرافق العامة بشكل عام على مستوى الجمهورية هيبرز المساهمة النسبية لكل قطاع ولكل إقليم ولكل قرية، وبالتالي فرص النمو هتبقى معتمدة بشكل كبير جدا النمو الاقتصادي على النمو النابع من الداخل من داخل الاقتصاد نفسه، وإبراز قوة الاقتصاد المصري والإنتاج من الريف. على سبيل المثال لما نتكلم على تطوير في شبكة الكهرباء الداخلية، مش هنلاقي انقطاع عن قطاعات انتاجية كانت بتبقى شغالة وبتتعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي لبعض الوقت، ده هيعزز من فرص نمو مرة تانية.
تمهيد الطرق وتدشين الطرق الرئيسية والفرعية الداخلية اللي في الريف، هتسمح الربط ما بين المزارعين وما بين الإنتاج إنه يوصل في وقته للأسواق الجملة، ولو بنتكلم على البورصة السلعية في وقتها لما هتشتغل وتكتمل في كافة أنحاء الجمهورية، هيبقى في يعني اتصال مباشر، هيعزز من هيقلل من الفاقد اللي ممكن يحصل في القطاع الزراعي. في بعض السلع الزراعية بتحتاج عنصر الوقت ده فيها عنصر حاكم يعني، وبالتالي هيأثر على مساهمة القطاع ده وتعزيز فرصه في النمو. صحيح، ويمكن ده كمان خلينا نتكلم عن نقطة مهمة نختم بيها، فكرة انه بعد تطوير البنية التحتية في مختلف القرى في مختلف المحافظات، ده برضه هيجذب او هيكون عامل جذب لعدد كبير جدا من الاستثمارات، ويمكن ده كمان برضه هدف اساسي وتوجه للدولة المصرية الفترة الأخيرة. دكتور فرج، شكرا ليك يا فندم. طيب احنا برضو معانا خبر مهم جدا وبالارقام. نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف اوضح من خلاله ارتفاع اجمالي الودائع المصرفيه في مصر الى 4.7 تريليون جنيه خلال سنة 2019-2020 بنسبة قدرها 17.4%، ده مقارنة بعام 2018-2019، وأوضح أنه نسبة مساهمة الودائع للقطاع العائلي تمثل 69.4% لإجمالي الودائع، وأنه الجهاز المصرفي أحد أهم عناصر الاقتصاد المصري لقيامه بالربط بين قطاعات الدولة المختلفة وتجميع يعني وتسهيل اقراضها للقطاعات المستثمره. طبعا هذه الارقام هي ارقام وعلامات ايجابيه جدا ناتجه عن عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي تمت الفتره الاخيره، وربما احنا كنا يمكن قبل عمليه الاصلاح الاقتصادي كنا بنشوف دايما انه نسب التضخم اعلى من يعني من الفوائد اللي بتقدمها البنوك، ولكن دلوقتي وبعد عملية الإصلاح الاقتصادي لا، احنا دلوقتي بنشوف ان الفوائد اللي بتقدمها البنوك اعلى من يعني اعلى طبعا من نسب التضخم، وعندنا يعني نتيجة لهذا الامر ارتفعت الودائع بنسبة 17%. دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني عايزين بقى دلالة لهذه الارقام، زيادة الودائع المصرفية خلال الفترة الحالية. يعني بدايه بصب على حضرتك وعلى الشعب المصري كله. حضرتك احنا لما نشوف احنا خرجنا من برنامج اصلاح اقتصادي كان بيشمل اصلاح اقتصادي واصلاح هيكلي، شاهدنا التحديثات في القطاع المصرفي بشكل كبير، يمكن زي ما حضرتك تفضلتي وقلت في المقدمه ان التحجيم معدل التضخم كان ليه دافع كبير النهارده في السياسه النقديه ووضع معدلات الفائده للاقراض او الاقتراض. القطاع المصرفي والبنك المركزي كان ليه دور كبير في وسط جائحه بالتعاملات مميزه جدا وبشكل حرفي كتير، يعني شاهد ليه العالم كله التعامل يعني بسعر الفايده مع سواء مع الجائحه او مع معدل التضخم، كان يعني بيقول رمانه الميزان اللي ظبطت السوق النقدي. ويمكن يمكن التقرير اللي صدر ان هو بيقول اجمالي ودائع الجهاز المصرفي يعني اللي بلغ 4 تريليون و700 مليار جنيه، ده برقم غير مسبوق قبل كده، ده زياده تقريبا بزياده 17.5% عن العام اللي قبله اللي هو 18-19. فده يدينا دلالات، ويمكن برضو لو دققنا في الارقام تفصيلا هنلاقي ان القطاع العائلي نفسه هو اكثر، هو واخد نصيب الاسد تقريبا 69.4%، فيعني هو ده القطاع العائلي نفسه، فيعني ده هو اكتر، هو المتصدر الودائع داخل القطاع المصرفي بصفه عامه. فدوت لما نشوف دلالاته الارتفاع سعر العائد الشمول المالي اللي انتهجته الدوله والسياسه ان هي في الاقلال من التعامل الورقي او النقد الورقي، ده كان ليه دافع كبير جدا ان هو برضه ان يخش الناس تحط فلوسها في البنوك، وده كمان يعني يشير الى ثقه المواطنين الجهاز المصرفي الفتره الاخيره، هناك يعني ثقه كبيره. هو القطاع المصرفي المصري بيشهد له العالم اجمع قبل المصريين، احنا يمكن شهادات العالم اجمع دايما ليه ان احنا مصر دايما في التزاماتها الماليه او التزاماتها النقديه متميزه جدا فيها، في مصر لم تتاخر في اي قسط لاي جهه دوليه او محليه،
الودائع المصريه كلها محفوظه موكوله بالدستور والقانون، لسريه العميل وحفظه موجود برضو، الدستور بيكفلها في العلاقات البنكيه دي كلها كانت دوافع للجوء للقطاع المصرفي. لكن زي ما قلنا برضو حضرتك، السعر العائد او المعاملات البنكيه اللي قامت بيها من خلال محافظ ماليه، او اللي يعني احنا خدنا الموجه بتاعت الشمول المالي واعتمد عليها القطاع المصرفي ووجه ليها اكتر من خلال عائد مرتفع، من خلال شهادات استثمار بعوائد مرتفعه في ظل الجائحه اللي انخفض فيها سعر العائد على الاقراض، فكان فيها بعض المزايا المختلفه عن جذب العميل او جذب القطاع العائلي، وده يمكن هو ده اللي يترجم ان القطاع العائلي او الاشخاص الطبيعيين هم اكثر نسبه، تقريبا تلتين لحجم الودائع هم الافراد العاديين خالص، او القطاع العائلي اللي احنا بنسميه قطاع العائلي هم اللي لجأوا للتعاون مع البنوك من خلال ايداع مبالغهم او ودائعهم في البنك. دوت زي ما بقول لحضرتك ان البنك كان موفر مجموعه من المعاملات، يعني سواء شهادات بنكيه بعائد مرتفع، سواء التعامل بالكارت الاي تي ام او اللي وفر فيها الفتره اللي فاتت ورفع مصاريف مصاريف الخدمات من سواء من اي بنك النهارده او اي ماكينه اي تي ام على مستوى الجمهوريه بدون مصاريف، دي كلها كانت دوافع ان الفرد الطبيعي يبعد عن تمام. شكرا ليك يا فندم، بشكرك على المشاركه معانا الاستاذ محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا ليك يا فندم.